لابد انه فقط انا كنتعجب انه بلي كيكون شي مناضل داخل شي حزب وكيتكلم في واحد اللقاءات اللي هي سياسيه انه الجواب خص يجي رئيس الحزب ويدخل وسط البرلمان ويدير كونفيرونس دو بريس ويجي تجي السيده النائبه وتجاوبوا هنا. يعني بشويه ما هذا واحد السيد تكلم وقال اش كيظن ولا خو قال اش كيقدر، هذا مع احترام الاحزاب السياسيه والاحترام للمنافسه ما كاين حتى اشكاليه، هذا في اطار يعني الديمقراطيه السياسيه. كذلك المغاربه ما كيشطحوش، المغاربه مأثرين وانا والحكومه تشتغل تحت القياده ديال صاحب جلاله الله ينصرو اللي هو هذا يعني المسؤوليه الاولى ديالو، وانا من هنا غادي نخرج مع الباب وغادي لعمان الاجتماع على القدس. دوك ما يعني باش نكون واضحين، هذا الشيء ماشي باش نقولوا دروس ولا ماشي دروس، هذا الاجابه على الاسئله ديالكم.